الشهداء والثورة بيان ساحة الشهداء في الديوانية. إننا نؤكد رفضنا لمرشح الأحزاب عدنان الزرفي كونه مرشح توافقي خاضع للمحاصصة ولا يمثل تطلعات ساحات الاحتجاج ولا يتناسب بالصفات التي قدمتها الساحات. واستمرار الكتلة السياسية باتباع سياسة العناد وعدم الاكتراث لصوت الشعب قاصدين بذلك كسر إرادتهم وتجاهل صوتهم وفي الوقت ذاته نحملهم مسؤولية أي خطوات تصعيدية قد تنجم عن ذلك. ساحة الشهداء في الديوانية الثلاثاء 17/3/2020 لبيك يا عراق.